امسك في مواعيده، ده الوعد مش كلام، الله بيقول ويوفي وهيملك بالسلام. صدق لما يقول كلامه في الحلول، ومهما العين تشوف إيمانك راح يقول. امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، امسك في مواعيده، مواعيده. كل الطرق تؤدي إلى روما، لكن هل كل الطرق تؤدي للسماء؟ طب ممكن إنسان عادي عايش في العالم بكل ضغوطه وشهواته يوصل للسماء؟ إيه اللي هيعمله الإنسان لما يقف قدام ربنا في اليوم الأخير؟ أكيد أسئلة محيرة جداً، بدعوك إنك تسمع إجابتها معانا في برنامج مواعيدي ليك، وحلقة بعنوان من الموت إلى الحياة. أحبائي المشاهدين، خلونا نقرأ مع بعض الكلمات الرائعة اللي قالها الرب يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 5:24. الحق الحق أقول لكم أن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. كلمات رائعة. أعتقد كل إنسان بيفكر، كل إنسان بيهتم فيما ستكون حياته بعد الموت، أكيد هتسترع انتباهه الكلمات دي. من زمان قوي في واحد صرخ وهو بيسأل السؤال ده، أيوب كان بيسأل ويقول كيف يتبرر الإنسان عند الله، وكيف يزكو مولود المرأة. وفكر في حياته وفكر في حالته، مع أن الكتاب يشهد عنه أنه كان أبر شخص في عصره في جيله، لكن لما بص لنفسه وبص لله لقى انه بيسأل وبيقول لو وقفت قدامه، لو سألني عن واحدة من ألف لا أجاوبه، ما عنديش إجابة لو سألني عن سبب خطية واحدة أو تمن خطية واحدة ما أقدرش أسدد له. عزيزي، هو ده اللي بيحاول الروح القدس يقنعك بيه ويقنع كل إنسان على وجه الأرض. بص جوه نفسك، اقعد مع نفسك، هتكتشف حقيقة رهيبة جدا، إن عندك خطايا، وإن الخطايا دي أجرتها موت. والخطايا مش بحسب مقاييس الناس ولا بحسب أفكارهم، يمكن لو قست نفسك على الآخرين تلاقي نفسك أفضل منهم، لكن بحسب مقاييس الله. خليني أقول لك تقرير الله مش عنك بس ولا عني، لكن عن كل إنسان. اسمع لما تطلع الله ونظر من السماء، كان بيدور على واحد، هل من فاهم، هل من طالب الله؟ اقرأ تقرير الله اللي قاله عن كل البشر وكرره مرتين في مزمور 14 ومزمور 53، ليس من يفعل صلاحا، ليس ولا واحد. ويقولهن تاني في رسالة روميا، الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. هو ده تقرير الله عن كل إنسان. لو تقتنع بهذه الحقيقة، لو تكتشف الحقيقة دي، تكتشف إنه مفيش حاجة تقدر تعملها أو تقدمها لله تعوضه عن الإهانة اللي أنت وجهتها له بالخطية اللي عملتها لما عصيته وكسرت وصاياه. عزيزي، عايز أقولك إنه ما ينفعش أبداً تقول أنا هعمل بعض الأعمال أو حمارس بعض الطقوس الدينية في أي دين علشان تعوض الله عن الإهانة اللي عملتها ووجهتها له لما كسرت وصاياه، لما أهنته، لما عصيته وكذبت، أو سرقت، أخدت اللي مش من حقك، أو عملت أي خطية مهما بدت صغيرة في نظرك، هي في الحقيقة إهانة موجهة لله. طب الحل؟ اسمع كلام المسيح، من يسمع كلامي
ويؤمن بالذي أرسلني له حياة أبدية. من دلوقتي حيديك نوعية جديدة من الحياة اسمها الحياة الأبدية. واسمع اسمع الكلمة الجميلة اللي تدي أمان وسلام، اللي تجاوب على التساؤل اللي عندك. ولا يأتي إلى دينونة. يعني إيه لا يأتي إلى دينونة؟ يعني بكل بساطة الدين بتاعه الدفع، يعني في واحد اتحاكم بداله. ما كانش ينفع حد يتحاكم بدالك غير شخص بلا خطية، شخص غير محدود علشان يقدر يدفع الدين اللي على كل البشر، شخص يكون بيحبك لدرجة إنه يقبل يدفع الدين بتاعك. المسيح بيوعدك إنك لو جيت له بتوبة حقيقية وإنت بتعترف إنك خاطي فاشل وعاجز عن إنك تعمل أي حاجة علشان تطهر نفسك أو تبرر نفسك، بيوعدك إنه حيشيل الدينونة، وإنه في اليوم الأخير لن تأتي إلى دينونة. لكن أنت بتاخد الحياة من النهاردة وبتعيش بيها إلى أبد الأبدين، متمتع بشركة معاه هنا ومتمتع بأبدية سعيدة في حضنه هناك إلى أبد الأبدين. خليك معايا عزيزي المشاهد، نسمع مع بعض ترنيمة ونرجع تاني علشان نرفع قلوبنا في صلاة للرب يسوع اللي بيحبك وبيدور عليك. دوبني في حبك يا يسوع، حبك يا يسوع، أتمتع بيك مهما قابلني آلام ودموع، آلام ودموع. لو كل الناس حبوني وقالوا أحلى كلام، قالوا أحلى كلام عن حبك، مش راح يغنوني
ده ما كانش كلام. بنظرة عينك تبكيني والبسمة تقول واللي قاليني وتبدي الليل تخليني أنسى الأحزان أنسى الأحزان. بنظرة عينك تبكيني والبسمة تقول واللي قاليني وتبدي الليل تخليني أنسى الأحزان. عرفني مشيئتك في حياتي يوم بعد اليوم يوم بعد اليوم. أشهد عنك في اختباراتي من غير ولا لوم من غير ولا لوم. ده انت الغالي على قلبي وأغلى الغليل أغلى الغليل. وأنا لو هعيش بعيد عنك هعيش خلينا نصلي مع بعض. والرب يسوع فعلا يقدر يعمل المعجزة، يديك الحياة الأبدية ويخليك تعبر من الدينونة. يا رب احنا بنشكرك لأنك في نعمة غنية جيت من السماء للأرض علشان تموت بدل كل واحد فينا على عود الصليب، علشان ده كان الحل الوحيد علشان الديون اللي علينا تتسدد، علشان خطايانا يدفع تمنها. يا رب احنا النهاردة كلنا بنحط حياتنا بين ايديك، وفيك يا رب هنضمن تبرير تام وكامل من كل خطايانا، فيك هنضمن ان كل الدينونة بتاعتنا عبرت واننا نلنا حياة ابدية نعيش بيها في الارض ونعيش بيها معاك الى ابد الابدين. وليك كل المجد، امين. الرب معاك. امسك في مواعيده امسك في مواعيده مواعيده.